ناد جورين. ألو، معنا اتصال. ألو أستاذة حنان رضا، شلونك؟ الضحكة عارفها منو تتوقعين؟ هاي لا ما الضحكة راح نقول لك، عارفها انت منو اللي كل بتسلم. يوم يطالب وياك؟ لأنه أنا عارفة الضحكة. شو تسوي؟ أول شيء حسن العطار أكيد معنا. بخير. مساء الخير، معك عسير. دكتورة نورة، يا هلا والله أستاذ طالب. هلا حسن، هلا حبيبي. معكم بخير طبعاً. وايد وايد أبي أقول لكم شغلة، الإنسان اللي قاعد قدامكم من أصدق الفنانات أو من أصدق الأشخاص اللي قابلتهم في حياتي اليوم. عيني. يعني وهي تمدحك قبل شوية حسن، يعني بما عيني. أنك يمكن شاب ولك إبداعاتك خاصة في يمكن فترة زمنية قصيرة كانت تشيد فيه قبل شوي حنان. طبعاً. وتتمنى تغني معاك دويتو، فأتوقع يمكن تنسخون ما بينكم. طبعاً طبعاً حنان، يعني أنا حتى أنا كان ودي أوريكم مفاجآت الجاية راح تصير، بس خلاص دعنا طلعنا على العلن. لا لا. راح تشوفون مفاجآت والله العظيم، راح تصيركم. وبالعكس فنانة فنانة فنانة، وقبل هذا كله شخصية جميلة يعني وصجية لأبعد حد تشوفونها والله العظيم. حسن، احنا ودنا يعني على الأقل يكون معنا شيء حصري معاك نسجله ونوثقه عبر عالسيف. في شيء ودك تقول لنا يا أما أنك تقول أما أنك ديو على الهواء حاليا؟ والله أمني أقول أمني شكرا. ديو على الهواء حاليا يا حسن، يعني أنا حسن قاعد. خلنا نسمع، خلنا نسمع لكم شيء ديو. نقول أنا أحب لها أغنية وايد، أنا يعني أتشرف أغني لها صراحة، وايد أحبها. يلا على الفالت نسمعها. ديو لكم ثنائي ما بين حنان رضا وأيضا حسن العطار معنا على الهاتف. أي واحدة؟ يلا حنان أغنيتنا اللي أنا أحبها. أي واحدة؟ دموا عليك قلبي ما بيني وروحي. حسن الطبقة يا حسن، ضحكني. بلمس ولدي يا قولي، أعطيتني طبقة واطية يا حسن. يلا روحي للطبق إن شاء الله. ودموا عليه قلبي ما بين يديه وروحي متعلقة فيه بلمس ولياي. واحد حبيبي واحد يسوى لناس وايد. الله يكفي أحس وجود في دنياي. الله حسن شكرا. حسن شكرا. شكرا لكم انكم دقيتوا، بس ابي اقول لكم شغله قبل ما اسكت. حصريه يا ريت. حصريه لحق قاعد انتظر انا. وهي يمكن ما تدري، حتى حنان نفسها ما تدري. قاعد نسوي شيء هي تبي، هي تحب في لحن هي حابته. اقول لها مبروك عليه اول شيء، لان خلينا اللحن اللي تبينه هذا اول شيء. مبروك مبروك. راح نشتغل عليه مع بعض، واغنيتها باذن الله راح تنزل خلال هالشهرين القادمين باذن الله. حنان تو تدري بهالخبر صح؟ ايه سويت تدريب الخاية، ما تدريب صدقتها. لا تصير. انا اوريدي مصدومة، لان الاسبوع اللي طاف وانا طالعة من الحفل لقيت مسج من حسن فويس نوت يقول لي انا في البحرين وقاعدة اخطط لك على كذي 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 كذي. تعرفين لما الانسان توك تعرفينه يحبك في الله، يبي يشوف حنان في احسن صوره، يبي يشوف حنان لا تقعدين. هو اللي قاعد يعطيني الايجابيه والبش. لانك تستاهلين، لانك اليوم يعني صدق يا ربي انا شنو سويت عشان استحق ناس مثلك يا حسن. الله اللي قال الله يسخر لك في دربك عيال حلال وناس اياويد، وحسن انت منهم. أستغفر الله يوفقك يا رب، ومشكور والحديث بقية إن شاء الله. إن شاء الله نشوفك حسن العطار. شكرا لك على تواصلك أكيد معنا في عالسيف. إن شاء الله نلتقيك قريبا في عالسيف إن شاء الله، ونسمع لك المغنى وأكيد نتبادل معاك الحوار.